انا نصيحتي للجميع بان اقول اولا عند وجود الخلاف لا تقف وانت تنظر للخلاف انك ستختار تشهيا، لا تختار الا ما كنت دينا وما كان اقرب للصواب في الكتاب والسنه، عليك ان تختار هذا. والامر الثاني اياك، اياك وتتبع الرخص، اياك والزندقه، فانها زندقه سيرق دين الانسان عند تتبع الرخص، مع ان الخلاف موجود وقلنا فيه سبب الخلاف، وسنستوعب ونقول خلاف معتبر نحترم ولا ننكر ننصح، لكن اصلا هنا ننكر على من وقف امام الخلاف يريد ان ياخذ كل قول بما وافق هواه تشهيا، ليست هذه ديانه بل تدينا. وانت تبرع ساحتك عندما تاخذ من عالم وثقت فيه جعلته بينك وبين ربك لا ان تتنقل تشهيا، هذه نعم. اخر ما اقول في هذا الباب، مع ان الخلاف قد ورد نعم. لكنه خلاف جاء معتبرا، والخلاف كان سببه غياب الاثر، لان مدرك الاحكام اصل مدرك الاحكام غياب الاثر، حصل الاجتهاد يصيب نعم. بالاجر لكن ما يصيب الحق، ويكون الحق ما وافق نعم. الكتاب والسنه، ونسال الله ان ينفع بذلك اللهم الامه. امين. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. قال الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم.